مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في لقاء الأسبوع، أحييكم من هنا من قصر الثقافة بالعاصمة الجزائر، ليكون حديثنا اليوم ثقافيا وفنيا بامتياز، دون أن يمنع ذلك من الحديث أيضا في السياسة والاقتصاد ومواضيع أخرى كثيرة، مع ضيفي وضيفكم وزير الثقافة عز الدين مهوبي، فأهلا ومرحبا بكم. أولا شكرا مع الوزير على تلبية الدعوة وتشريفنا في هذا اللقاء الذي سيكون خاصا واستثنائيا إن شاء الله. شكرا أهلا وسهلا. الله يخليك. مع الوزير، ربما خلافا لعدد من المسؤولين والوزراء الذين استضفتهم في الحصة والسبقوا يعني جازوا في الحصة، ربما حاليا أنا في حضرة المثقف والشاعر والكاتب والصحفي قبل يعني الوزير والمسؤول والسياسي، يعني كيف حتى يعني التقت كل هذه الألقاب والمسميات في شخص عز الدين مهوبي؟ ربما هي أولا أنا كنت دائما عندما يطرح علي سؤال كهذا أقول هناك شيء يسمى الفضول. صحيح. الفضول هو أن تكتشف ذاتك، أن تكتشف المحيط الذي تنشط فيه، وأن تحاول أن تكتشف أشياء تقول ليكتشف يعني هذه الأشياء ربما تضيف شيء لشخصيتي، لمسيرتي، لرصيدي. أن تدخل في مجال الإعلام أنت تكتشف، أن تدخل البرلمان أنت تكتشف، أن تكون في مواقع مسؤولية يعني لها دلالات معينة. كنت في التلفزيون، كنت في الإذاعة، كنت في المجلس الأعلى، في المكتبة الوطنية، إذن هذا التنوع. حتى في الدراسة كانت هناك دراستي، درست الأدب، درست الفنون الجميلة، درست الإدارة، إذن هذا التنوع هذا هو في الحقيقة تراكم يسهم في بناء شخصية متعددة الأبعاد. الحمد لله أسعى لأن أستفيد من كل هذا الرصيد في أدائي ضمن المسؤوليات التي توكل إلي. مع الوزير، ربما حاليا نحن في قصر الثقافة واللي نشكركم يعني على حسن الضيافة هنا ومطل يعني على الجزائر العاصمة مقام الشهيد، ومن هنا يعني الجامع الجزائر الأعلى. نعم. يعني ربما يعني فيها عبرة في لا يعني نحن سعداء لأن أن يختار للثقافة هذا الموقع الهام الذي يطل على الجزائر يعني من جهتها الغربية إلى أقصى جهتها الشرقية، وعلى أهم المعالم المعروفة، القصبة وحتى رياض الفتح، حتى أعالي العاصمة، وكذا إلى هذه المنطقة. نعم، هذه المفخرة التي بلا شك ستكون إضافة كبيرة في الجزائر في بناء هذا المجمع. يعني عنده بعد ثقافي وديني وحضاري. لا، سيكون لأن أنا زرته في زيارة يعني وهو مع عدد من المسؤولين. ما هي مساهمة وزارة الثقافة في المشروع يعني؟ هذا مجمع يتجاوز كونه فقط مكان للعبادة وللصلاة. لا، هذا مجمع ثقافي ومجمع تاريخي ومجمع أيضا سياحي، له كل هذه الأبعاد. توجد مكتبة، يوجد متحف، مركز ثقافي، نحن ستكون لنا نعم ستكون لنا صلة بهذه المرافق التي تتبع هذا المجمع الكبير. مع الوزير، ربما نتحدث على شخصكم أكثر، يعني ربما البعض يصفكم على أنكم مثقف السلطة، يعني هل أولا يحرجكم هذا الوصف إن صح التعبير؟ يعني هل هناك هل أعطيني أولا مفهوم للمثقف، مثقف أو غير مثقف. صحيح. أما أن تضعه في تضع خانات وتضع فيها هذا للسلطة وهذا للشعب وهذا للمعارضة وهذا الكذا، هذه أعتقد أنها مسميات ما أنزل الله بها من سلطان، إما أنك مثقف تنتج وتقدم شيء للمجتمع أو لا، أو لست من هذا، أنت متعلم فقط. مع الوزير، ربما في مخيال الجزائريين سياسة في الأغلب أو ربما يعني في أغلب الأحيان يصفون أنه الممارسة السلبية للحكم، يعني لا ما رأيكم في هذا الوصف؟ شوف، بعض الناس يعيب على بعض المثقفين في أن يكونوا متحزبين. بالعكس، لا، وجود مثقف في حزب إنما يعطي قيمة كما قلت مضافة للعمل الحزبي، طبيعي جدا. يعني لماذا يعني دائما أن المثقف المبدع، الشاعر أو الروائي أو الناقد أو كذا لازم يكون خارج هذه؟ يعني لماذا يعني خارج؟ كيف تريد أن تحسن أو تعطي لأداء هذه المؤسسات دفع آخر في صعيد؟ كيف تدافع عن الثقافة إن لم تكون خارج البرلمان؟ يفترض أنه يكونوا موجودين المثقفين المبدعين موجودين في كل هذه الفضاءات، إن كانت
إن كانت فضاءات حزبية، والحزبية ربما تقود أيضا إلى مسؤوليات أخرى أمر طبيعي. بالعكس أنا أرى هذه هذا شيء إيجابي. لماذا؟ يعني أن نريد أن تكون السياسة حكر على محترفيها فقط. يجب أن لماذا في كثير من أنا يمكن أن أذكر لك عشرات الأمثلة في العالم لشعراء أصبحوا رؤساء دول ولروائيين أصبحوا على في البرلمانات وموجودين، هذا ليس هناك ما يعيق، يعني بالعكس هذه هي الأشياء التي نريدها أن تنتشر وتتوسع. مع الوزير ربما بعيدا عن عزلمي هو بالمثقف عن عزلمي هو بالشاعر عن عزلمي هو بالوزير والمسؤول، عزلمي هو أيضا عنده باع في الرياضة وكان حتى كاتب في مجال الرياضي ويكتب في مجال الرياضي، وحتى أنه سمعت أنك يعني كنت يعني من بين أوائل الصحفيين المتخصصين في المجال الرياضي. لا، كنت أول من أصدر جريدة رياضية أسبوعيا عام صدى الملاعب أو صدى المتاعب كما أسميها. كانت في عام 92، يعني خضت تجربة لأنني رأيت أن الرياضة تحولت إلى ظاهرة ثقافية جاهزة، ظاهرة اجتماعية، ظاهرة سياسية، ظاهرة إبداعية أيضا، فبالتالي أنك تصفق للاعب يعني يبدع كما تصفق لشاعر يبدع، إذن فالإبداع يمكنه أن يكون بكل تخصص كما أقول أنا بالقلم وبالقدم معا. إذن فأنا أحب ككل يعني إنسان يعجب بأداء الرياضيين، أتابع أيضا. هل ما يزال قائما الآن يعني؟ ما زال أتابع، لا أتابع وتكتب عندي حتى نشوف أيضا حتى الرزنامة نتاع المباريات نتاع سواء في الخارج أو في الداخل. شو النادي اللي تفضله؟ وين، في الداخل ولا في الخارج؟ لا في الداخل حاليا. داخل والله أنا كل كثير من الأندية معروف لأني وفاق الصيف. وفاق الصيف لأني كنت لما كنت صحفي تنقلت مع وفاق الصيف في عدد من الملاعب في الخارج وحضرت وناصرت وكتبت عليه ودير، لأنه في الحقيقة هو شرف الجزائر ومفخرة أيضا الجزائر ومنح الجزائر كثير من الألقاب، كثير من التتويجات التي تليق بسمعة الرياضة الجزائرية وكرة القدم الجزائرية. الوزير حاليا المنتخب الوطني كيف تشوف يعني المستوى اللي وصل له؟ ربما الكثير أو ينتقد في المنتخب الوطني يقول لك يعني دحرج كثيرا في المستوى. لا أعتقد أننا نحن حاليا نمتلك منتخب ولا نمتلك فريق، نحن بحاجة إلى فريق، لأن الفريق هي المجموعة لما تتحول إلى واحد، لما اللاعبين تحولوا إلى لاعب واحد. عندنا لاعبين ممتازين متميزين، لاعبين يفرضون أنفسهم في أوروبا صح. في بطولات عالمية قوية في العالم، هم بحاجة فقط إلى فترة لإعادة تنظيم البيت، فترة فراغ مررنا بها، بحاجة إلى منح هذا المنتخب وقت ليتحسن أداؤه وليعيد نفسه إلى الواجهة كما كان. مع الوزير في سؤال سريع آخر، يعني أنت مع المدرب المحلي أم المدرب الأجنبي؟ وش رأيك في تعيين ماجر؟ أنا مع الأكفاء سواء كان محلياً أو أجنبي. أنا مع الأكفاء في هذه المسألة، مسألة مهنية بحتة، ما هيش مسألة تاع سوسيال في هذه. الأفضل هو نختاره. اللي يكون نختاره أن يكون جزائرياً أو أجنبياً. أعتقد أننا بحاجة إلى مدرب يمتلك المهارة والمؤهل الذي يقوده إلى أن يقود فريق من لاعبين متميزين. ماجرنا يعني نعرفه صديق وقدم الكثير لكرة القدم الجزائرية، نتمنى له النجاح إن شاء الله. مع الوزير، أعرف أنه رئيس الفاف السابق محمد الروراوة كان صديق مقرب لي. كيف نعرف، عرفت الروراوة وما زال صديقا. يعني كيف تشوف الرجل حاليا يعني وهو بعيد عن الكرة الجزائرية؟ شوف محمد الروراوة لا يختلف اثنان في أنه قدم الكثير ليس للرياضة فحسب، ولكن أيضا للثقافة ولمجالات أخرى، فهو أحد أبناء الدولة الجزائرية الذين قدموا الكثير في المواقع التي أسندت لهم. كرة القدم لا يعني لا يمكن لأي كان أن يقفز على حقائق مرتبطة بشخص محمد الروراوة، قاد المنتخب الوطني. أنتم وصفتموه في أحد المرات بأنه داهية.
لا فعلا لانه يعني يمتلك. انا حضرت معاه في مؤتمر الفيفا في مراكش في 2005 وشفت قيمة الرجل. حضرت معاه مع عدد من في الاتحاد العربي لكرة القدم، وانا امتلك شهادة محكم في الاتحاد العربي، نعم يعني محكم في الجانب القانوني، بمعنى يمكنني ان انتدب لحضور جمعية عامة لاتحاد من الاتحادات العربية لكرة القدم، ونقول هذه كانت قانونية وغير قانونية. من جانب القانون. نعم حضرت وعندي هذه الشهادة ونعرف علاقاته، فهو عنده علاقات واسعة أفادت كثيرا. يعني مكسب للجزائر. أفادت كثيرا الكرة الجزائرية، له حقق، كان من الذين وضعوا أرضية الاحتراف في الجزائر، هو الذي كان وراء القرار التاريخي في البهاماس في 2009 صحيح. الذي سمح بجلب اللاعبين. فيجب أن لا نقفز هذه الحقائق وننصف الرجل. نتمنى لخير الدين زطشي وهو صديق أيضا، نتمنى له التوفيق، وعليه أيضا أن يراكب أيضا تجربته، كان رئيس نادي ناجح، أيضا عليه أن يوظف هذه وأن يستفيد من وأن ينشئ حوله بيئة مساعدة لتمكنه من أن يحقق النجاح المطلوب. شاء مع الوزير كرة القدم، هل أصبحت مسألة وطنية في الجزائر؟ شوف، في العالم، العالم أحدهم كتب مرة يقول، أعتقد أنه كاتب من الأوروغواي، قال عادة أن إنشاء دولة يجب أن يتوفر فيه الإقليم، الشعب، صحيح، مؤسسة، نعم، الجيش، الدستور، العالم، النشيد، وفريق كرة القدم. يعني أصبحت من ثوابت الآن تأسيسية. الدولة لا تتوفر على فريق كرة قدم، منقوصة السيادة. يعني في الجزائر لا الأساس. لازم نعرف أن كرة القدم كانت مساهم قوي أيضا في التحرير الوطني، فريق جبهة التحرير الوطني، نعم، عندما مجموعة من محترفي الكرة في 58 كل يجتمعوا في منتخب يمثلوا نضال الشعب الجزائري وكفاحه، هذه دليل أن كرة القدم الآن لا يعلى عليها في الدفاع عن السيادة وعن السمعة وعن يعني مكانة البلد في أي محفل. صحيح. مع الوزير، ربما تحدثنا حاليا عن كرة القدم وإن كان مش يعني تخصصك، ولكن تخصصك السابق يعني قبل توليك وزارة الثقافة، ربما نروح الآن للبلاطو ونتحدث أكثر على معشوقة أخرى للجزائريين، تحدث بشكل كبير على السينما، لأنه ربما مثل كرة القدم يعني أي مواطن جزائري يعني يعشق السينما مثل ما يعشق كرة القدم. صحيح تماما، أنا جاهز لكل إن شاء الله. تفضل معنا الزين. مع الوزير، قبل قليل كنا نتحدث عن معشوقة الجماهير كرة القدم، وحاليا نحن نروح لمعشوقة أخرى للجماهير، نتحدث بشكل كبير على السينما باعتبارها يعني أحد روافد الثقافة في الجزائر. كيف يعني تشوف تقييمك للصناعة السينمائية في الجزائر، الميدان السينما في الجزائر، وعلاش الجزائر يعني متخلفة ولا قولوا متأخرة يعني في هذا الميدان؟ يعني شكرا لطرح هذا السؤال، ولكن أقول هناك مفارقات عجيبة في هذا المجال. نحن ننتج أفلام وننظم مهرجانات للسينما، لكن لا نتوفر على كم مقبول لقاعات السينما. صحيح. بمعنى أنت تعرض أفلام ولا تجد القاعات التي تعرض فيها هذه الأفلام، إذن أنت تكتفي بالمهرجانات لتعرض فيها، وفي هذا في الحقيقة التفاف حول واقع السينما، لأن بدل أن يكون هناك الاهتمام بتهيئة قاعات السينما التي هي الأساس، وإلا أين يذهب الجمهور؟ إلى الشارع. أعتقد أننا بحاجة إلى الآن، وهذا الأساس الذي نقوم به. هناك عمل كبير ينتظرنا في هذا المجال. الجزائر البلد التي صورت فيها أولى الأفلام في التاريخ،
الجزائر التي نالت أهم الجوائز العالمية في السينما. حدث الانكسار الكبير في نهاية الثمانينيات ودخول الجزائر في الأزمة المعروفة التي تسببت في يعني غياب السينما لربع قرن من في حياة الناس. إذن فالقاعات تحولت إلى أشياء أخرى، بعضها كان هناك تنازل لأفراد، تحولت إلى أسواق، تحولت إلى أشياء، بعضها مغلق. لكن هناك عمل الآن تقوم به الدولة والدعم كبير لأن تستعيد السينما الجزائرية موقعها. حتى مع الوزير يعني في مخطط عمل الحكومة يعني موجود. أعطى أولوية طبعاً طبعاً للصناعة السينمائية. من غير المعقول أن هذا التراكم الذي تحقق للسينما الجزائرية في الداخل كما في الخارج أنه يذهب هدراً. يجب أن يكون هناك عمل. العمل الآن يجب أن لا يقع العبء كله على الدولة ومؤسساتها، لكن لهذا فنحن ندعو صباح مساء إلى ضرورة انخراط القطاع الخاص في دعم مشروع إعادة بعث السينما الجزائرية من خلال يعني إنشاء مجمعات لقاعات السينما. الآن ما هو معروف في العالم ليست القاعات السينمائية التقليدية، ولكن إنشاء مجمعات سينمائية، حتى مدن سينمائية، لا المجمع قاعات للسينما للعرض، قاعات العرض، بمعنى أنه الآن في كبرى المدن في العالم في المجمعات التجارية الكبرى يوجد دائما طابق خاص بقاعات السينما حتى تتمكن من عرض أكبر عدد من الأفلام، ويوجد المشاهد يجد أمامه خيارات عديدة، أفلام للأطفال، أفلام عربية، أفلام هندية، أفلام أوروبية، أفلام أمريكية، أفلام نظائية، كلها توجدها. بمعنى لما تذهب يجب أن تدخل. أما قاعة واحدة تعرض نوع فيلم واحد أحيانا لا يعجبك. والأذواق يعني مختلفة. بمعنى تلبية الأذواق. إذن ثم إننا السينما الحالية لم تعد تلك السينما التي تشاهد في القاعات، قاعة ب 800 و1000 و2000 مقعد، انتهت هذه. الآن السينما اللي قاعات بين 10 30 مقعد، 60 100 120 مقعد ما تتجاوزش الآن، ولكن العروض دون توقف، ينتهي بعد نصف ساعة يبدأ العرض من جديد وهكذا، يعني أشبه بحافلات النقل هذه اللي تروح وتجي، ما عادش الآن. الآن احنا عندنا مشروع في عنابة لإعادة تهيئة قاعة قديمة، قاعة المنار، قاعة السينما المعروفة في قلب مدينة عنابة، ورأينا أن لا نبقي عليها كما كانت، وهناك تفكير في أن ننشئ فيها 3 قاعات، بمعنى أن عملية التحويل التصميم الجديد يعني قاعة واحدة، قاعة واحدة يمكن أن تكون 3-4 قاعات عادي، لأنها قاعة تسع لأكثر من بالمعايير الجديدة يعني. بالمعايير الجديدة، بارك الله فيك. إذن فالآن السينما لم تعد تلك السينما التقليدية المتجاوزة الآن الناس يخرجوا ويشوفوا في العالم كيف هذا التحول الذي حدث في يعني نعم البنية التحتية لقاعات السينما تغيرت تماما. إذن نحن ندعو المستثمرين. هل تلقيتم عروض في مستثمرين خواص؟ نعم هناك عدد خواص، بعضهم بدأ يضع تصورات لهذه وبدأت الاتصالات، ونحن كل ما يصلنا ملف إلا نحوله إلى الولاية التي يرغب فيها هذا المستثمر في أن يستثمر في هذا المشروع. هذا أول قاعات السينما لأن هي الأساس بالنسبة لنا. حتى وما عدا عنابة يعني فيه مناطق أخرى؟ لا لا، كان عنابة، كان في قاعات الآن هيئت كثير من القاعات. الآن رانا عندنا حوالي نفوتوا 80 قاعة جاهزة للعروض السينمائية، لكن أيضا حتى أجهزة العرض تغيرت، ما عادش الأجهزة التقليدية، الآن فيه الأجهزة الديجيتال اللي هي الأجهزة الدي سي بي اللي هي هو الجهاز اللي يعرض الفيلم ما وش عن طريق الأسطوانة القديمة هذه اللي تتقطع وتعود تربطها وتوقف الفيلم في النص وكذا. لا، الآن كل شيء رقمي، حتى العرض الفيلم تحصل عليه عن طريق الساتيليت،
يعني مش سهل يعني. إذن يجب أن نتكيف مع المنطق السينمائي الجديد تقنيا وفي أسلوب التسيير في كل شيء. إذن فنحن الآن نرى أن منظومة السينما في الجزائر بحاجة إلى مراجعة كاملة. مع الوزير ربما فيه قاعات سينما يعني حاليا تسيطر على بلديات وهي مغلقة يعني. تماما يعني هذه يعني واحدة هذه في واحدة في الجزائر العاصمة في قاعة إفريقيا يعني قاعة كبيرة يعني جدا ومغلقة تماما. وهذا من الأشياء اللي احنا نطالب أنه لابد من التنازل عن هذه القاعات لأن البلديات لا يمكنها أن تسير هذه القاعات. كيف يمكن لبلدية أن تحصل على أفلام أجنبية؟ ما هي الطريقة؟ كيف يمكن لها؟ إن لم تكن هناك مؤسسة متخصصة في التوزيع وهذا ما نعمل عليه نحن. في النهاية لما بلدية تتنازل على قاعة لوزارة الثقافة وإحنا نديرها من خلال محترفين القاعة لن تغير مكانها. ماش نأخذ القاعة من هذه البلدية وش نأخذها من البلدية من سيدي محمد والله الجزائر الوسطى وراح نأخذها إلى التيبازا ولا نأخذها القسنطينة ولا نأخذها المستغانم. لا تبقى في مكانها واللي يستفيد منها هو الجمهور هذه المنطقة والمداخيل في النهاية راح تستفيد من الرسوم اللي تكون تعود للبلدية. إذن البلدية تكسب في النهاية أما أن تبقيها مغلقة فهذا لا أعتقد لأنه أنه وصل هذا الآن ماشي فيه كثير من البلديات اللي رأي الآن المجالس البلدية تتنازل وأنا مع سيد وزير الداخلية وجماعة المحلية كنا تحدثنا وياه في مسألة ويجب أن ننظم هذه من خلال لقاء ويكون فيه تعليما لضرورة التنازل خاصة وأن قانون السينما 2011 ينص على ضرورة أن هذه القاعات تؤول كلها إلى وزارة الثقافة وزارة الثقافة هي التي تديرها من خلال الآليات التي تستحدثها في هذا المجال. مع الوزير ربما فيه أفلام كثيرة يعني تصنع الجدل وكثير يعني الناس تحكي عليها مثلا فيلم الأمير عبد القادر. نعم فيلم الأمير عبد القادر كانت الفكرة بلا شك هي فكرة نبيلة لأن ينجز فيلم كل جزائريين يحلموا أن الأمير عبد القادر الشخصية العالمية ومؤسس الدولة الجزائرية الحديثة وقائد المقاومة عليه على السينما أن تنصف هذه الشخصية في فيلم يليق بقيمته ومقامه وقيمة وأن تتعرف الأجيال على هذه الشخصية من خلال مؤسس الدولة الجزائرية. نعم كانت هناك المحاولة منذ 2007 لنقول إن الفكرة كانت قبل هذا بسنوات وسنوات. أوكل الأمر للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي لإدارة هذا المشروع. الوكالة تلقت غلاف مالي معتبر لوضع الفيلم محل التنفيذ. اختارت منتج منفذ أسال حبرا في وقته لأنه يفتقر إلى الخبرة وإلى الرصيد الحقيقي ولكنه كان أمر واقع وضع. وكانت هناك عديد السيناريوهات التي أعدت لهذه الشخصية. بعض السيناريوهات يتحفظ عليها لأنها لا تقدم الأمير كما نريده نحن في التاريخ. نحن لا نريد يعبر عن فيلم باسم الأمير والأمير يبرز فيه كشخصية عادية هامشية وثانوية لا قيمة لها. إذن فبالتالي كانت هذه السيناريوهات متفاوتة من حيث قيمتها ومضمونها. ولكن تم اختيار سيناريو في الأخير. كان لا لم يتم بل بقية السيناريوهات كل مرة يحدث تغيير على هذا السيناريو وذاك. إذن السيناريو هو الأساس في أي فيلم. صحيح. لا يمكن تحسين سينما خارج سيناريو متفق عليه ومنجز بطريقة فنية مناسبة. إذن فهذا الشيء وصل في النهاية إلى عدم توافق في جوانب عديدة ويمكن أن نقول إن المشروع لم يكتب له بعد أن أنفق مبلغ مالي معتبر يعني يمكن أن نذكر
ممكن 140 مليون دينار. هذه أنفقت؟ نعم بدون أنفقت يعني أنفقت لا أنفقت، ولكن يعني في بعض الديكور وبعض الملابس وأشياء جاهزة في الحقيقة موجودة، يعني ستستعمل لاحقا. طبعا بلا شك، يعني يمكن نستفيد منها، إن لم يكن للأمير فنستفيد منها في أفلام يعني ذات مضمون قريب من هذا. إذن نحن أوقفنا أولا الآن الإمكانات المالية لا تسمح بإنجاز هذا المشروع إلا إذا وجدنا يعني غلاف مالي كبير من ممولين خواص. جاهزين خواص، ولما لا؟ السينما الآن السينما لها بعدها التجاري في النهاية. إذن فالفيلم يكون نقول إنه يراوح مكانه. الآن سنقوم بدراسة الآن طلبتنا أنه تكون فيه دراسة لتصفية هذا الملف نهائيا، تصفية مالية نهائيا حتى لا تكون هناك تبعات للملف، ثم ننظر في كيفية إن توفرت الشروط. يعني حاليا متوقف حتى إشعار آخر. نعم، إن توفرت الشروط فإننا لن نحرم أنفسنا من إنجاز فيلم يليق بالأمير عبد القادر. مع الوزير كان فيه بعض التعليقات، يعني تقول بأنه جهات نافذة في السلطة يعني وراء تعطيل هذا الفيلم، يعني ربما لا تريد أن يرى النور. لا 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 أبدا، ولماذا؟ بالعكس، هذا بالعكس من حق هذه الجهات النافذة التي تتحدث عليها أن تطالب بضرورة إنجاز هذا الفيلم، ولما لا؟ يعني في كل بلاد الدنيا هناك اعتزاز برموز أن تنجز عليها، خاصة عندما يكون مؤسس. لماذا تنجز أفلام على رموز الثورة؟ تنجز على بن بولعيد وزبانة وكريم بالقاسم ولطفي ومن باديس، تنجز الأمير عبد القادر يعني يعني لا يقل شأنا. لا نقول الأمير عبد القادر هو يعني قام في تاريخنا وشخصية عالمية، فبالتالي الأمير يستحق أكثر من فيلم. مع الوزير ربما تحدثوا عن فيلم آخر أثار الكثير والكثير من الجدل سواء إعلاميا شعبيا من كل جهات، هو فيلم عثمان عريوات. أيوة. سنوات الإشهار، يعني ربما كان زفيته خبر ربما أسر الكثير من وأفرح كثير من الجزائريين. شوف، الفيلم الذي أطلق عليه مبدئيا هو عثمان أعطاه أكثر من عنوان، صحيح، أو أكثر من اسم، وهو لنتفق على أنه فيلم وقائع سنوات الإشهار، كرونيك ديزاني بيوب كما يسميها. هذا فيلم فكرته كانت في عام 98، وهذا الفيلم لما اقترحه الفنان الكبير والممثل المتميز الجزائري المحبوب الموهوب عثمان عريوات، عرضه على وزارة الثقافة آنذاك فقبلت به، وبنحته في سنة 1998، فمنحته طبعا غلاف مالي أولي، فبدأ العدة وبدأ في تحضير الفيلم وشرع فيه. الفيلم الآن قريب وجاهز الفيلم. قريب 20 سنة الآن. الفيلم عندما بدأ مباشرة دون المرور عبر لجنة قراءة السيناريو، ربما لأن في ذلك الوقت رأوا أن عثمان عريوات بموهبته يمكنه أن يتجاوز مثل هذه الأشياء، يعني عنده وشرع فيه. نعم، وشرع في الفيلم وصور ساعات طويلة وتجاوز الفيلم ممكن 3 ساعات ونصف أو 4 ساعات، وهكذا كل الأفلام عندما تصور دائما تأخذ حيز ثم تصبح عملية القص والمونتاج حتى يظهر الفيلم في النهاية في شكل النهائي. طبعا كان يشتغل وكان تواجه أحيانا بعض الصعوبات إلى غاية 2007 أعتقد، عندما عرض الفيلم على لجنة للمشاهدة لتكييفه مع القوانين، ولجنة المشاهدة طبعا عندما شاهدته طبيعي أنها سجلت ملاحظات كعادي بشكل هذه ممكن زايدة، يمكن التخلي عن هذه، يمكن هذه تعميقها، يمكن مثل كل أفلام طبعا عادي بهذا الشكل. وكان
يفترض أن الفيلم يدخل مرحلة أخرى وهي مرحلة ما بعد الإنتاج. ما بعد الإنتاج هي يعني بعد المونتاج الذي يقدم، تكون فيه الصوت والضوء والمكسجة وهذه الأمور اللي تدخل في الفيلم، والمؤثرات الصوتية والضوئية وكل هذه الأشياء توقف هنا، توقف لعدم استكمال التواصل بين عثمان والوزارة. يعني فبقي الفيلم يعني خارج مجال التغطية، يعني ولا واحد يعني دخل في غموض، لا دخل في مرحلة فراغ. إذن أنا التقيت عثمان يعني صديق وأعرفه من بداية لما كانت فكرة الفيلم، أحكاها لي أنا لما كنت في التلفزيون مدير للأخبار أنا ذاك، يعني قبل 20 سنة. نعم أحكى لي على الفيلم وشجعته أنا، لأنه هو موهوب وعنده أفكار وخبرته وروحه وروح النكتة اللي موجودة عنده وطبيعته، لأنه يتكئ على التراث في حديثه وفي علاقاته، ويعايش يعني وعايش في الجزائر العميقة ويعرف ثقافة الجزائريات والجزائريين. يعني إذن فهو هذا الرصيد اللي متوفر عنده وظفه في هذا العمل، إذن فبالتالي كان يجب أن نشجع على هذا الفيلم. المهم أن الفيلم خلاصة حاليا، يعني هي الخلاصة الآن، لما التقيت أنا قبل الوزارة وأثناء فترة بدايتي في الوزارة طلبت منه أكثر من أروح نلتقي ونشوفوا الفيلم، إذا كان عندك إشكالات نعالجوها، كنا نتواصل هكذا. أحيانا نعمل مواعيد، أخلف أنا يخلف هو، المهم أننا أحيانا تكون ظروف معينة، كل هذه الأشياء تحت الطبيعية. إلى أن طبعا وشفت أنا كنت نتبع في مواقع التواصل الاجتماعي اللي كانت نازلة علينا صباح مساء، راكم تهمشوا في عثمان، وراكم يا ناس ما نهمشوش، بالعكس هذا مكانته كبيرة عندنا وهذا محبوب، وحنا ما الجزائريين دافع حبهم لهذا الشخصية، بالعكس احنا يعز علينا أن عثمان عريوات غاب 20 سنة. صحيح، 20 سنة هذه كان قادر يسيطر عثمان بالدراما بالمسلسلات بالأفلام، كان قادر يدير. ربما تجربته هذه أشعرته بحالة ربما بإحباط معين، إذن كان يجب أننا نسعى إلى ضرورة إنقاذ الفيلم واستعادة عثمان من جديد للسينما. فطبعا اتصلت به أخي لازم نلتقي، متى تم اللقاء؟ حتى يعني قلت له لازم نلتقي يا أخي حتى يتوقف علينا الفيسبوك هذا اللي يراه صباح وعشية هاكم كذا هاكم كذا. المهم اتصل بي هو في الحقيقة بالهاتف، هو اللي اتصل لما أنا يدت تصريح التلفزيون بعض التلفزيونات، قلت له وين هو عثمان؟ اتصل قال لي راني هنا. قلت له ما لا روح نلتقي، والتقينا يوم جمعة في حديث مطول. طبعا اتفقنا على خطوات، الخطوة الأولى أن يستكمل المونتاج الذي يراه هو مناسب للفيلم، ثم تكون العملية الأخرى هي طبعا عرض هذا العمل على اللجنة لتصادق نهائيا على العمل. والعمل هو عمل فيه هذا فيه روح عثمان المالحة وأسلوبه، نعم أسلوبه، وليس كما قرأت في بعض المواقع عطوا له شيء لا صلة له بهذا وأنه يمس بهذه المؤسسة أو بهذه المؤسسة، لا تماما، هذا كل شيء عاري عن الصحة. الفيلم يعالج أشياء اجتماعية، أشياء بعض الإسقاطات في المجتمع الجزائري، يوظفها بطريقته وبأسلوبه من خلال شخصية بوديس هذه التي ابتدعها هو في الفيلم. يعني لم يكن لا طابع لا سياسي مثل ما كان يقال. لا ما كان والو شيء. الإسقاطات هذه أمر طبيعي عادي. السياسة جزء من حياتنا اليومية، مثل ما كرة القدم، مثل الأغنية، مثل هذه كل أشياء طبيعي. أنه الفيلم الذي لا يعكس مثل هذه الأشياء التحولات التي تكون في المجتمع، هذا فيلم يعني لا يحتاج إلى أن
يهتم به كثيرا. إذن اتفقنا على أساس أنه بعد ما يدير بعد ما نوفقه حتى نرسل الفيلم للمعالجة، المعالجة الفنية، المعالجة الفنية نهائيا في مخبر من المخابر، المعالجة كما قلت أنا، المؤثرات، الصوت، الميكساج، الأمور هذه كلها تدير يعني تقنيا. أيضا لعثمان أيضا له حقوق، حقوق، فهو صاحب الفيلم وهو صاحب السيناريو وهو البطل الرئيسي، يعني والإخراج تعمل. أيضا هو فيلمه صحيح، نحن الوزارة هي التي تمويل. هي اللي قدمت التمويل وهو المنفذ لهذا الفيلم، التنفيذ بناء لأنه هذا هو هذا هو الشيء المتفق عليه، له حقوقه، إذن هذه الحقوق أيضا ستدرس معه ليحصل على حقوقه طبيعي طبعا. وأيضا حتى نشجع عثمان على أن ينجز أعمال أخرى، ما زال عنده القدرة والعطاء وعنده الجاهزية التامة لإنجاز. أنا روالي مشروعين راهو يحملهم أيضا من أجمل ما يكون، يعني أفلام. كأفكار كأفلام وأفكار، يعني أشياء جميلة، يعني لازم تحطوا، لازم الناس يحطوا في بالهم، لازم يشوفوا شخصية عثمان عريوات هكذا يأخذوه من الجانب الكوميدي الجانب. عثمان إنسان مثقف وقارئ جيد ومتابع وله اطلاع واسع في السينما، إذن فهو إنسان عندما تتعامل معه يجب أن تتعامل بكل احترام. طبعا مع الوزير ربما يعني كي تلاقيته مع سي عثمان عريوات ربما هل يعني لمستم فيه أنه متحمس يعني أنه يعود بقوة؟ طبيعي طبيعي، لأنه هو يرى أن الفيلم تأخر كثيرا، يعني قصدي مع هذا الفيلم يعني في إنتاجات أخرى. لا هو جاهز، يعني هو فقط هو عثمان ماهوش إنسان اللي يطلب كثير، صحيح ربما كأي سينمائي عنده مزاج طبعا طبيعي، كأي روح لأي مخرج أي كذا عنده أسلوب، عنده تقنيات، عنده ذهنية معينة يستخدمها في الأفلام، ينفرد، واحد يزعف، واحد ثقيل، واحد يتكلم كثير، واحد يسكت، واحد كل واحد، هذا هو طبيعي. ولكن يبقى السينمائي مزاج. عثمان لما تتعامل تعرف تتعامل معه هذا ما كان، هو يرى أن 20 سنة فيلم يعني بهذه يعني طبيعي، يعني نفسيا يعني تتخيل أشباب المرأة اللي الحمل 9 شهور تفرح لما يطلع يكون عندها ابن أو بنت أو ما كانت تحلم به. إذا كان استمر 20 سنة الحمل هذا مشكل طبعا، غير طبيعي ولا لا؟ صح، إذا حمل غير طبيعي، فما بالك عندما يستمر 20 سنة. نحن نريد أن نحقق هذه المعجزة فيكون حمل طبيعي ويحقق مع الوزير ربما بشكل سريع. وقتاش نقدر نشوف هذا الفيلم؟ يعني الآن الجزائريين سألوا وقتاش نشوف الفيلم؟ لا احنا هو يعني ماشي الآن، هو الآن دخل مرحلة المونتاج الأولي، ساعتين وزيادة في الفيلم، لأنه هو اقتنع أنه ينقص قرابة ساعة بعض الأشياء التي يراها يعني ممكن زايدة. طبيعي هذا، أنك لما تنجز قلت فيلم تبدأ تنقص نقص نقص حتى تصل إلى ما تراه مناسب لهذا الفيلم ويتناسب مع الفكرة. إذن فهو مشى بشكل جيد فيه، قال يزيد يكمل، بقيت أيضا بعض المشاهد لسد بعض الفراغات تصور، يعني ما وش ممكن أماكن معينة تصور وكذا، هو يراها بعد أن ينهي المونتاج تظهر بعض الفراغات، هذه راح يكمل الصورة ما تأخذ شوق. لا هو راح يكم يعني 2.25 ساعة أكثر من تقدير. لا قصدي يعني الزمن حتى يخرج الحيز. أنا أقدر نقول لك من هو بدأت الاتصال حتى بالمخابر الأجنبية لتحديد يعني ضبط المواعيد، الكلفة، كل شيء، هذه الأشياء وتكون يعني نقدر ما نقدرش نقول لك أنا نخاف أن ألتزم بوقت و يعني بالتقريب وما نديروش على الأقل ممكن 3 أشهر القادمة يكون في يعني جاهز بشكل قريب يعني ربيع إن شاء الله ربيع ويكون ربيع عثمان
إن شاء الله يكون ربيع الثمان مع الوزير، ربما والوقت يجري بشكل كبير معكم ومع الحوار اللي نشكركم عليه. نخرجوا الفاصل قصير ثم نواصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ونواصل معكم في هذا الحوار الذي يجمعنا مع وزير الثقافة عز الدين مهوبي. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في هذا الحوار الذي يجمعنا بوزير الثقافة السيد عز الدين مهوبي، والذي نتطرق فيه للعديد من القضايا والمواضيع التي تهم هذا القطاع المهم جدا في الجزائر. مع الوزير كنا نتحدث عن السينما بشكل كبير في الجزء الأول من هذا اللقاء، وربما نتحدث حاليا عن المهرجانات الثقافية، دائما أيضا تثير الجدل، يقولوا بلي شغل الجزائر في تقشف وحنا نديروا في المهرجانات ونرمض ملايير وملايير دينارات، وعلاش؟ والله يقولك يعني ما عندناش فايدة، هكا يقول الشعب. يعني حابين الجزائر تعيش تصحر ثقافيا، ما لازمش يكون فيه نشاط ثقافي، عمل ثقافي يعني الموسيقية. شوف، لا ما فيش، الشعوب ما تعيش الموسيقى، ما كانش هذه ولا كيفاه يعني. قريب نديروا استفتاء عند الناس، ماذا يريد الشعب الجزائري؟ هل يريد السينما، يريد الغناء، يريد المسرح، يريد هذه؟ لا، شوف الشيء اللي نقوله احنا يعني. كانت هناك يعني لما كانت فيه وفرة مالية كانت هناك مهرجانات تستفيد استفادات كبرى من أغلفة مالية كبيرة. كان عندنا 176 مهرجان. 176 مهرجان سنوي. 176 مهرجان سنوي بين محلي ووطني ودولي. الآن قلصنا هذا إلى أكثر من الربع. وصلنا قريب 10%. قريب. يعني الآن أنا في حدود 39 مهرجان. هادو يستفيدوا من الدعم غير 39؟ لا 39، ونزيد نقول لك كيف 39. 39 لم تعد مثل ما كانت عليه. المهرجانات الان هذه خضعت الى اعاده هيكله في المده الزمنيه، بدل اسبوعي واللي اربعه ايام، بدل يستضيف 20 فرقه يستضيف 10 فرق، بدل كذا بدل كذا، نحي هذه نحي هذه نحي هذه، الميزانيه تلقائيا تهبط. اذا يعني فيه ترشيد للنفق. يعني مهرجانات اللي كانت تدي 10 ملايير سنتيم، وذاك راهو يعني يدي في حدود 30-25%، يعني فيه تقليص، يعني حوالي زوج ثلاث ملايير. اذا ومع هذا نلاحظ ان هذه المهرجانات بقيت محافظه على سقف الحضور نتاعها. ابقينا على مهرجانات دوليه، لاننا الجزائر لابد أن تكون حاضرة في الواجهة الثقافية العربية والدولية. مثل مهرجان وران. طبعاً مهرجان، كان مهرجان لابد أن تكون. مش معنى لما نقولوا أن الأزمة بمعنى تغلق كل الأبواب والنوافذ. لا، يجب أن تبحث على تمويل بديل، أن تبحث على صيغ في كيفية الحفاظ على هذا، لأنه مكسب أيضاً برصيده. يعني تقول لي مهرجان تيم قاد الان 40 سنه وهو ومعروف يعني الان دولي. قال لي ان تيم قاد لا ندير ولازم نحافظوا عليه، انما نحسن اداره الغلاف المالي المخصص له في المشهد في السينما نفس الشيء. والان وصلنا الى نتيجه ان بعض المهرجانات صارت تعتمد على نفسها في انها تحسن طرق الابواب للحصول على التمويل من مؤسسات خاصه ومن جهات كثيرة، وتوجد تمويل، ويصبح تمويلنا احنا تمويل شكلي، تمويل تاع 10-20%. اذا فهذه الاشياء احنا رانا وصلنا لها، وهذا الهدف نتاعنا، هو نقل هذا التمويل نتاع الفعاليات الثقافية الكبرى من ميزانية الدولة الى مؤسسات اخرى من بينها القطاع الخاص، وهذا هو الهدف الدولة نتاعنا. مساهمة حتى يصبح المجتمع هو الذي يتفاعل مع العمل الثقافي بصورة عادية. مع الوزير ممكن على المستقبل نشوف مهرجانات منظمة من طرف الخواص. وهذا نعم، وأنا أدعو الخواص إلى أنهم هم يعدوا عندهم دفتر شروط فقط، يحترموا القوانين، في قوانين تضبط مثل هذه الأعمال، ولهم أن يعني يقوموا بمثل هذه المبادرات وهذه المهرجات، يمولوها ويمشيوها.
احنا ما وقفنا ولا مهرجان، ولكن قلنا لهم اللي يلقى التمويل الله يبارك، يتكل على الله ويعمل، ما نمنعوش، ولكن حافظنا على الحد الأدنى من المهرجانات التي تعكس التنوع الثقافي الموجود في الجزائر. يعني خاصة الآن من بين الأشياء اللي ممكن أنني نتكلم عليها هو الثقافة الأمازيغية التي تحظى الآن بدعم كبير منا نحن، لأن هذه ترقية الثقافة الأمازيغية أيضا يجب أن تنال حظوتها بصورة عادية، فيه المهرجان المسرح الأمازيغي والسينما الأمازيغية والآن موجودة في معرض الكتاب، وأيضا في خلال بداية في مناسبة يناير السنة الأمازيغية الجديدة راح يكون فيه أسبوع التراث الأمازيغي عبر كل الوطن، ستشارك كل المؤسسات التابعة لقطاع الثقافة والجمعيات التي ندعوها أيضا إلى أن تنخرط لإبراز قيمة الموروث الثقافي الأمازيغي الجزائري. وسيعرف حضور الفنان العالمي طبعا. أي هذه بالمناسبة لأول مرة يعني، وهذه يعني بالمناسبة يعني أحيي الفنان العالمي الكبير إدير الذي يعني اختار بداية هذه السنة ليحيي حفلين كبيرين مع ضيوف أيضا من كبار الفنانين أيضا العالميين الذين يحضرون تكريما وتقديرا له ولمكانته وبدعوة منه لحضور هذا الحفل في القاعة البيضاوية، حفلين متتاليين. وسيكون له في الولايات أخرى؟ لا، هذه بعد ما يدير الحفلين، هذه عنده التزامات أخرى خلال هذه الفترة في 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 دول في دول أجنبية، لكنه ضبط برنامج أيضا ليقوم بدورة عبر ولاية الوطن وعودة إدير لجمهوره ومحبيه، وهو الذي أعطى للأغنية الجزائرية القبائلية أعطاها بعد عالمي وأسهم في ترقيتها على وظهورها على ألسنة كثير من الفنانين العالميين. إذن ما حققه إدير للأمازيغية يعني كبير وكبير جدا، وهو تعرف هو إنسان مثقف فنان، فهو دكتور في الجيولوجيا وله يعني رؤية مهمة للثقافة وللتراث وللموسيقى، فهو يعني أيضا مهم جدا أن تستفيد الأجيال الجديدة التي اختارت الفن أن تستفيد منه، فهو مدرسة شأن يعني كبار الفنانين. مؤخرا أيضا كرمتم جمال علام. جمال علام تعرف فنان رائع ومتنوع، وطبعا تكريمه كان يجب أن يتم قبل هذا الوقت، ولكن التفاف الفنانين حوله في البجاية في مسرح بوقرموح هذه ليلة ليلة كبيرة، والتي يعني أعطته نفس جديد وروح جديدة، وتفاعل الفنانين الذين جاءوا من كل الجهات كل وطن دليل مكانته وقيمته وحب الناس له. جمال نتمنى له إن شاء الله الصحة والعافية. أيضا الفنان الكبير يعني اللوني سعيد بن قلات، سعيد بن قلات الذي منح جائزة الدولة الفخرية في جامعة مولود معمري في تيزي وزو في حفل يعني مشهود، وهو يستحق أكثر من هذه الشهادة، لأن 50 سنة في خدمة الحكمة والشعر العميق. إذن هؤلاء هذه أسماء كبيرة وهذه قامات وأيقونات علينا دائما أن ننزلها المكانة التي تليق بها، شأنهم شأن كثير من الفنانين في بلادنا الجزائر الواسعة شرقا وغربا، كل فنان يستحق منا كل تكريم وتبجيل. إطلاق اسم الفرقاني على مسرح قسنطينة، وهو الذي كان من أوائل الذين غنوا على هذا المسرح، وكانت أمنيته في بعد رحيله أن يطلق اسمه على هذه المؤسسة، ربما وكرمه فخامة رئيس الجمهورية بأن
أعطى الأوامر بأن يطلق اسمه على هذه المؤسسة. بعض الناس لما يجي يقول لي كاين فيه معارضة يعني، كاين الناس قال لك يعني هو الفرقاني مش مسرح يعني، هو فنان ممكن يعني لما يطلق اسمه على مؤسسة يعني. يعني لما يطلق اسمه مفتي زكريا على مطار غردايا، هل مفتي زكريا كان طيارا؟ الدولة عندما تكرم أبنائها يمكن أن تطلقهم على أي مؤسسة، على جامعة، على مطار، مهما أي مؤسسة، على شارع، على مدرسة، على كذا، هذا تكريم، ما في، ما لازمش تنظر كطبيعة المؤسسة، مش هذه. لهذا فما صدر عن بعض بعض الأفراد يعني في النهاية لا معنى له، بدليل أن التكريم كان كبيرا والناس كانت تحت الزغاريد والناس صفقت وفرحت. وبل شفت أنا ناس لما أشرفت على هذه العملية كانوا يبكيوا، كانوا يبكيوا من عائلته، خاصة أنه كانت أمنيته يعني. نعم كانت أمنيته. وبالتالي هؤلاء الذين قاموا بهذه يعني كانوا خارج مجال التغطية. مع الوزير ربما نطرق الموضوع آخر، هو دور النشر يعني. ربما فيه في السابق كان وزارة الثقافة تدعم كل شيء، حاليا يعني هل ما زال يعني تدعم لما كل شيء؟ لما كان المال الدولة لم تبخل على الناشرين الجزائريين بدعم مباشر من خلال الفعاليات الثقافية الكبرى. كانت كل تظاهرة ثقافية كبرى إلا وكانت تخصص مبلغ مالي للناشرين الجزائريين ليطبعوا يعني عناوين معينة مرتبطة بتظاهرة أو بأعمال أخرى. لكن الآن وصلنا مرحلة ضرورة غربلة هذا العدد يعني يصل. انتهى عدد السوسيال، هذه انتهى السوسيال في كلش، هذه ما لازمش نقولوا غير الثقافة. دوك الآن المكان للاحترافية والمهنية، تعرف ولا ما تعرفش؟ مش أنت لما تكون تمارس، إذا تقدم إضافة أنت تمارس مهنة أخرى ثم تأتي للنشر وكأن النشر هي مهنة من لا مهنة له، تولي بزنس. لا جاءوا هكذا كثير من الناس. أحرجت شخصيا في أنني وجدت أحيانا عائلات تتقاسم فيما بينها تنشئ دور نشر متقاربة، حتى عناوين متقاربة، أشياء وكل يعني واحد الشخص. نعم يكاد يكون يعني، فهذا إحراج للنشر وإحراج لنا وإحراج مش عارف، وبعد توجد نفسك في 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 الآن في غربلة. الناشر المحترف واضح من يتوفر على شروط، يتوفر على شروط وعنده رصيد، عنده رصيد، عنده إنتاج، وعنده إنتاج وعنده تراكم في تجربته. أما هذا الناشر الموسمي خلاص يختار، إذا يختار النشر يختارها نهائيا، يكون محترف. أما يستنى قال بعد قسنطينة هل كاين عاصمة أخرى، يقول له ما لا بقى استنى. وكان بزاف اللي داو في عاصمة الثقافة، عواصم كان بزاف اللي ربحوا يعني. واش معليش نقولوا ربي يزيدهم بس يحبسوا. مع الوزير وش بينك بين رشيد بوجدرة؟ مؤخرا قال بلي شغل رفض التكريم بسبب عزيمة، هو قال في حوار، هو تصريح. أنا احتراما لمكانته لا أود أن أرد على مثل هذا، لأنني لو ذكرت بعض الأشياء سأعيد فتح نقاش جديد. له مكانته وأنا أحترم مسيرته ورصيده وأكتفي بهذا. مع الوزير أيضا أصدرتم تعليمات مؤخرا حول السماح بالتصوير في المتاحف والمعالم الأثرية. طبيعي جدا يعني، أنا فوجئت بأنه لا يسمح للزوار بأخذ صور تذكارية في متاحف ومواقع أثرية، يعني منعوا على أنفسنا ترويج مجاني. عجيب يعني، كيف ما تدخل ويأخذ النقال حذق حبس 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 حب يا أخي، هذا ما هو موش مفاعل نووي يا أخي، هذا موقع ثقافي تاريخي يمكنك أن تروج من خلاله، خاصة الأجانب كيجوا يعني. طبعاً طبيعي. أنا مرة أحرجني فنان حضر في أحد المهرجانات قال زرت متحف، قال جيت ناخذ صورة منعت، قال لي صرت يعني متفاوض حتى أخذ صورة لذكرى حتى أقول للناس لقد وصلت فعلا إلى هذا المكان، وزرت المتحف الفلاني في الجزائر. شوف في الـ في الـ في جد في صور الصين العظيم، لما تروح تزور المكان توجد لافتة طويلة
مكتوب فيها كتبها يقول ماو تسي تونغ كتبها بخط يده، من وصل هذا المكان فهو رجل. ويقولوا أنت لما تروح له صورة أمام في المكان والدير حتى الدير. ثم الآن وسائل التواصل الاجتماعي الآن أصبحت إحدى وسائل الترويج الثقافي عالمي والسياحي. الوزير كان أكلات شعبية جزائرية معروفة، كان ألبسة يعني جزائرية معروفة جدا. أيوة. وكان حتى أغاني جزائرية طابعة يعني من الأغاني الجزائرية معروفة مثل أغنية الراي. صحيح يقولوا بلا الشقيقة المغرب يعني تنسبوا لها. هذا نقرأ كثيرا هذا في وقت الجزائر ماش تحرك باش تحافظ على الموروث أو على تراثها. أنا نجاوبهم بطريقة دائما مختلفة. هذا الطابع الغنائي الجزائري اللي هو أغنية الراي، هذه الأغنية عندما يصبح لها جمهور قال في لبنان وفي مصر وفي سوريا وفي مناطق ويعاودوا يؤديوها، هل معنى هذه الأغنية أصبحت لبنانية أو سورية أو كذا؟ لا. لما هذه الأغنية فرضت نفسها من خلال أسماء كبيرة، خالد ولا مامي ولا بلال ولا الأسماء اللي نجحت في أنها تفرض نفسها على الصعيد الدولي وفي المهرجانات الكبرى، فرضوا هذا الإيقاعات الخاصة بها وهذه ونجحوا في أنهم يعطيوا لها هذا الشيء. ومعروفة في العالم الآن لما تقول الرأي، لما تقول الرأي تقول خالد، لما تقول خالد تقول جزائري، لما تقول الرأي تقول مامي، لما تقول مامي تقول جزائري. مانيش عارف انا اذا كان كاين في البلدان هذ اللي يتكلموا موجودين اسماء تؤدي هذا هو مع الوزير حل. هما في النهايه لا، انا شايف في هذه لانه احيانا يكون فيه بعض المشاحنات هكذا بين الشباب، قال نتاعنا والاخر يحاول يقولوا لا هذا نتاعنا وهذه موجوده. لا، نحن اودعنا ملف في لدى اليونسكو، نعم، لتقديم للاعتراف بان الراي هو نوع من الغناء الشعبي الجزائري. نحن فقط من أودعنا، لم تودع لا 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 المغرب ولا تونس ولا جهة أخرى، نحن أودعنا لأننا قدمنا ما يثبت أن هذا الفن هو ابن البيئة الثقافية الشعبية الجزائرية. مع الوزير ربما قضية الراي يعني ربما الناس يعني ولات تقول هذا الأمر، لأنه مثلا شفنا بزاف مغني الراي وفنانين في هذا الطابع ولو يعني جنسوا بالجنسية المغربية، يعني كيف شفت الظاهرة؟ كيف؟ يعني مثلا شاب خالد بزاف يعني مغنين الراي الجزائريين معروفين ولو يعني أخذوا الجنسية المغربية. شوف مسألة منح الجنسية هذه ليست معناها أن الإنسان راح تحرمه من أصوله، وين تربى وين زاد وين دير. نقدر نعطيك امثله كثيره نتاع فنانين اخذوا جنسيات كثير من الدول، واش اخذوها بعض الدول تكريما لهم تقدر تعطيه جواز سفر تاع بلد تاعها تكريم له. لما نقول لك الان لطفي بوشناق طبعا، ولما اعطاها الرئيس الفلسطيني جواز سفر فلسطيني، ليس معنى هذا ليست تكريما على المواقف تكريم. لما نقولوا احنا مريم ماكيبا لما جاءت وغنت في الجزائر هنا عام 69 وأعطاها الرئيس الجنسية الجزائرية وجواز السفر، وهذا معناها ليست معناها أنها جزائرية، هي جزائرية من حيث أعطيت لها هذه القيمة، لأن الجزائر بلد تحرري، بلد يدافع على قيم الحرية في العالم، لكنها تبقى مناضلة وفنانة من جنوب إفريقيا. عندما يمنح هذا في هذا البلد فليس معنى هذا أن مباشرة لما يمنح أنك تسقط عليه جنسيته الأصلية، هذا كلام لا معنى له يا أخي. مع الوزير وصلنا إلى أسئلة متابعي الصفحة في فيسبوك، وكان فيه أكثر من 3000 سؤال يعني، وما قدرش يعني ما قدرش نديرهم قاع ولا نسألهم لأنه ما يكفيش الوقت، ولكن خيط يعني تقدر تسألها ونخليه نحولها إلى مسلسل تركي ولا مكسيكي يعني خيرت بعض الأسئلة اللي تكررت بزاف في التعليقات. السؤال الأول هو سامي سليم يقول لك مع الوزير أصبحنا نحشم لما نرى بيوت وأسوار القصبة، يعني قال لك ما كانش اللي يقدر يرمم لنا هذا الإرث، هذا الإرث الحضاري العثماني ويقوم بترميم المواقع الأثرية في العاصمة وخارجها. شوف القصبة هذه من تراث عالمي أولا مصنف طرف اليونسكو. نعم من طرف اليونسكو، وهو
لازم نعرفوا أن القصبة راهو فيها 50,000 ساكن ولا زيادة، لازم نحطوا في بالنا أنها منطقة آهلة بالسكان. أيوة هذه الأولى. وبالتالي فإن عملية الترميم عملية مكلفة وشاقة وتطلب إمكانيات كبيرة، ومع هذا فإن الدولة تخصص باستمرار مبالغ مالية كبيرة للترميم. إذن الترميم تكون فيها أولويات. الأولى هناك المواقع التاريخية القديمة مثل المعروفة يعني. مثل القلعة ومثل مسجد البراني، مثل موقع الذخيرة، ممكن بعض القصور المعروف. هذه المناطق تحظى بالأولوية لأنها أولا فارغة ما فيهاش سكان وكذا، وهذه تمت كثير. الآن الملف تديره تنفذه تتابعه وزارة الثقافة من حيث الجانب الفني المعماري التقني، لكن التنفيذ تكون ولاية الجزائر العاصمة. نعم هناك عمل كبير مع الوزير في عنتر. يقول لك مساء الخير سيد الوزير، أنت الرجل المناسب في المكان المناسب، وأنا من الناس الذين يكنون لكم الاحترام، ولكن يعني أعطى لك شرط مع الوزير، عليكم بالاستغناء عن الفنانات اللواتي يأخذن الملايير من الجزائر وهم في الأصل لا يحبون الجزائر ولا الجزائريين، وخاصة الفنانات المصريات وكل من شتم شهداءنا في ملحمة أم درمان، وشكرا. والله أنا أعطيني قائمة في هذه سأكون إلى جانبه. أولاً وربما يقصد مع الوزير علوي. لا 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 ما كانش هذه الأشياء. شوف لأنه أثار جدل. لا لا شوف شوف الأشياء هذه، إحنا جزائري، شعب جزائري كبير على هذه الأشياء، ما يسقطش في مثل هذه التفاصيل. إحنا كبار على هذه الجزائر، بتاريخنا بثورتنا بثقافتنا بأسمائنا، شعب جزائري دائما يعني السقف عالي نتاع الأشياء نتاع. أما مسألة حكاية الملايير فهذه هي أنا دائما نسمعها، أنا دائما نسمع هذه حكاية الملايير. هما دائما كيجي فنان يقول لك عدة الملايير. كل الملايير. يعني أنا كيقولوا شيء مثل هذا، أحيانا ولي أنا نتساءل نقول هل أسمح لنفسي أنني أن المال تاع الشعب الجزائري نمدوا هكذا يعني بكل بساطة؟ ليس هذا، هذه الأشياء كلها يعني فيها يعني ما نقولش مبالغات، ولكن تحتاج إلى ضرورة توضيح دائم. هؤلاء الفنانين راهم يجيو بالعكس يأخذوا أقل مما يأخذوه في بعض الدول مثل تونس ولا غيره يأخذوا. ثم هذا الشيء الأول، هذو لما يجيو بموجب عقود تجارية وبسبونسور، بمعنى أن هناك تمويل جانبي. ما نأخذش من خزينة الدولة نمد لهؤلاء، هذه غير نحيوها من بالها، خاصة الأث لا يديوها لهم ولا الجزائريين. الأموال نتاع الخزينة تروح للعمل الثقافي الهادف اللي عنده المشاريع يعني بعده التربوي والثقافي، هذه وإلى المشاريع وإلى هذه الأمور. أما أننا ندير هذه فهذه أولا كما قلنا لهم انتهى السوسيالجم. مع الوزير في سؤال ربما فيها بعض الأسئلة الأخرى ولكن الوقت يدهمني للأسف، ونعتذر للآخرين اللي ما قلناش نسألوا قاع أسئلتهم، ولكن نختم بهذا السؤال. يقول لك شكرا على الالتفات الطيبة. سؤال كالتالي للسيد عز الدين مهوبي، في روايتك تحت عنوان اعترافات أسكرام التي تتكلم عن الجزائر والطاقة البديلة ووقوف ناطحات السحاب الشامخة والأجانب الذين سيتركزون في الجنوب، وقلت في التعليق أن هذه الرواية ليست فانتازية خيالية بل هي قابلة للتجسيد على أرض الواقع. السؤال البطروح، أين الواقع وأين الفانتازية؟ من حقنا أن نحلم يا أخي، الشعب الذي لا يحلم لا يمكنه أن يذهب بعيد. أحلم وعليك أن تثق في نفسك فيمكنك أن تصل يوما ما إن شاء الله. مع الوزير بهذه نختم هذا الحوار لأشكرك عليه. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الحوار الذي جمعنا بوزير الثقافة سيد عز الدين مهوبي. أضرب لكم موعدا آخر مع شخصية أخرى، في أمان الله.